أوترضى لي أوترضى أن أكشف وجهي؟ لا تكوني لقمة سائغة لكل من هب ودب، لا تكوني لقمة سائغة للذئاب وللعدا. بالله رسالتي لكل فتاة عفيفة، رسالتي لكل فتاة طاهرة صادقة. يقول أحد الدعاة: كنت في رحلة دعوية إلى بنغلاديش مع فريق طبي أقام مخيما لعلاج أمراض العيون، فتقدم إلى الطبيب شيخ مقور ومعه زوجته. ترددت أسماء بالتقدم إلى الطبيب، ولما أراد الطبيب المعالج أن يقترب منها فإذا بها تبكي وترتجف، فظن الطبيب أنها تتألم من المرض، فسأل زوجها عن ذلك فقال وهو يغالب دموعه: إنها والله لا تبكي من الألم، بل تبكي لأنها ستضطر لكشف وجهها لرجل أجنبي. لم تنم ليلة البارحة من القلق والارتباك، وكانت تعاتبني كثيرا. أو ترضى لي أو ترضى أن أكشف وجهي؟ وما قبلت أن تأتي للعلاج إلا بعد أن أقسمت لها إيمانا مغلظة بأن الله أباح لها ذلك. والله تعالى يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. فلما اقترب منها الطبيب نفرت منه ثم قالت: هل أنت مسلم؟ قال: نعم والحمد لله. قالت: فأسألك بالله ألا تهتك ستري، تعني غطاء وجهها، إلا إذا كنت تعلم يقينا أن الله أباح لك ذلك. يقول الطبيب: فهدأت من روعها بأن سقت لها بعض آيات الله سبحانه وتعالى، ثم أجريت لها العملية، فباءت العملية بالنجاح والحمد لله، وأزيل الماء الأبيض وعاد إليها بصرها بفضل الله تبارك وتعالى. حدث عنها زوجها قالت: والله لولا اثنتان لأحببت أن أصبر على حالي ولا يمسني رجل أجنبي، قراءة القرآن وخدمتي لك ولأولادك. رسالتي لكل فتاة، رسالتي لكل فتاة عفيفة، رسالتي لكل فتاة طاهرة صادقة. أي أميتي، لا تكوني لقمة سائغة لكل من هب ودب، لا تكوني لقمة سائغة للذئاب وللعدا. بالله عليك لا تظهري مفاتنك بالتبرج، والتزمي بستارك الشرعي، لا تضيعي جنة دائمة البقاء من أجل دنيا مختوم عليها الفناء.